أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم سنة الوضوء وتحية المسجد في أوقات النهي؟ خلاف بين العلماء، لأن سنة الوضوء وتحية المسجد من ذوات الأسباب. بعض العلماء يقول تفعل عند وجود سببها في أي وقت، وبعضهم يقول إن النافلة المطلقة لا تفعل في أوقات النهي. منهم من عمم النهي ومنهم من عمم الأمر، وكلاهما له وجه. فالذي يعمل سنة الوضوء وسنة تحية المسجد وقت النهي لا ينكر عليه، والذي يتركها لا ينكر عليه، لأن كلا منهما له مستند، والمسألة اجتهادية ولم يتبين فيها الراجح من المرجوح. نعم.